ثلاث سنوات على الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح، تغير فيها وجه اليمن وتلاشى اهتمام العالم بالمشكلة اليمنية التي باتت أكثر تعقيداً من كل الأحجيات. اليمن البلد الذي كان على أعتاب الانتقال للمستقبل بعد حوار استمر أكثر من عام، عاد للوراء أكثر من نصف قرن ليصبح أسيراً للخوف والجوع والأمراض والإمامة الجديدة. ما زالت صنعاء العاصمة العربية الرابعة التي سقطت في قبضة ملال طهران، وفشلت كل الجهود المبذولة لانتزاعها من براثن ولاية الفقيه بسبب الانحراف الذي رافق عملية الإنقاذ وخروجها عن أهدافها لخدمة أهداف أخرى. مثلت الأزمة اليمنية اختباراً حقيقياً للدول الراعية للتسوية السياسية ولمصداقية القرارات الأممية المتخذة ضد أطراف الإنقلاب والتي لم تتجاوز الحبر الذي كتبت به. تغير المبعوث إلى اليمن مع بداية الإنقلاب، ولم يتغير أداء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الذي اكتفى بالإطلاع الدوري على تفاقم الأزمة وتحولها لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. على المستوى السياسي تعطلت لغة الكلام وأصاب الصمم آذان العالم عن سماع أصوات الضحايا المتساقطين على امتداد الخارطة اليمنية برصاص وقذائف الميليشيا وألغامهم المزروعة في الأحياء والطرقات وعلى مداخل القرى والمزارع. استمر تآكل النخب السياسية، والمؤسسات التي أسقطها الانقلاب أصيبت في مقتل، واستمر الصراع محصوراً في عدة جبهات عسكرية بينما تواصل عقم الحلول السياسية. السلام عليكم. ترافق مع ذلك ظهور مشاريع مختلفة عن الأهداف المعلنة لدول التحالف، وبدا وكأن اليمن لم يعد سوى ثور ذبيح امتدت إليه السكاكين في لحظة سقوط يريد كل طرف التهام أكبر حصة لنفسه. الرئاسة اليمنية خيط الشرعية الوحيد المتبقي، تقاسمت الأطراف الإقليمية والمحلية إضعافه وانتزاع صلاحياته، وما زال رئيس البلاد غير قادر على العودة لعاصمة بلاده أو أي منطقة أخرى بسبب تعارض وجوده مع إرادة ومصالح الطرف الإماراتي الذي يسعى لفرض واقع مغاير لذلك الذي تعهد الرئيس هادي بفرضه. الموت، الموت لأمريكا. ما بين طهران والرياض وأبو ظبي وبيروت ومسقط تكاد اليمن تتلاشى في قبضة العنف والفوضى وجولات صراع قادمة يبقى فيها اليمنيون مجرد بيادق في صراع إقليمي وإن بدماء يمنية. ويبقى اليمن حاضرا كوصمة عار في الضمير العالمي الذي لا يعبأ بغير مصالحه وحسابات الربح والخسارة في بورصة صراع المصالح الذي غالبا لا يهتم بالضحايا.